مزمور 78 نشيد لأسف. اسمع كويس يا شعبي للشريعة بتاعتي، ميلوا دنكو لكلام بقي، أفتح بمثل بقي أزيع الغاز زمان اللي سمعناها وعرفناها وأبهاتنا بلغونا بيها، ما نخفيهاش عن ولادهم لحد الجيل التاني، وإحنا بنبلغ بتسبيح الرب وقوته والعجائب بتاعته اللي عملها، قوم شهادة يعقوب وحط شريعة إسرائيل اللي وصى أبهاتنا بأنهم يعرفوا بيها ولادهم عشان يعرف الجيل التاني ولاد يتولدوا فيقوموا ويبلغوا أولادهم فيخلوا على الله الاعتماد بتاعهم وما ينسوش أعمال الله لكن يحافظوا على وصاياه وما يبقوش زي أبهاتهم جيل زايغ ومتمرد جيل ما ثبتش قلبه وما كانتش روحه أمينة لله. ولاد إبراهيم اللي بيشد وتر الأوس اللي بيرمي الأوس اتقلبوا في يوم الحرب، ما حفظوش على عهد الله ورفضوا يمشوا في الشريعة بتاعته ونسيوا أعماله وعجيبه اللي وراها لهم. قدام أبهاتهم عمل معجزة في أرض مصر بلاد صوعان، شق البحر فعداهم ونصب المية زي كومة وهداهم بالسحاب النهار والليل كله بنور نار، شق صخور في الصحراء وسقاهم كأنه من أمواج عظيمة، خرج جداول من صخرة ونزل زي الأنهار مية، بعدين رجعوا تاني عشان يغلطوا ليه لجل ما ينسوا العالي في الأرض النشفة، وجربوا الله قلوبهم لما طلبوا أكل عشان الشهوة بتاعتهم فوقعوا في الله، قالوا يقدر الله إنه يرتب ترابيزة في الصحراء أهو ضرب الصخرة فجريت المية وفاضت الوديان، يقدر كمان إنه يدي يعيش أو يجهز لحم لشعبه عشان كده سمع الرب فغضب وولعت نار في يعقوب وزعل جامد كمان طلع على إسرائيل لأنهم ما أمنوش بالله وما اتكلوش على الإنقاذ بتاعه، فأمر السحاب من فوق وفتح أبواب السماء ومطر عليهم منا عشان يأكلوا وأمح السماء إداهم، أكل الإنسان عيش الملائكة بعت عليهم أكل عشان يشبعوا، هيج ريح شرق السماء وقاد القوة بتاعته ريح جنوب ومطر عليهم لحمة زي التراب وزي رمل البحر طيور ليها أجنحة، وقف وسط المعسكر بتاعهم حوالين أماكن سكنهم فأكلوا شبعوا قوي وجاب لهم الشهوة بتاعتهم مزغوش عن شهوتهم أكلهم لسه ببقهم فطلع عليهم غضب الله وأكل من أثم الناس فيهم وصرع اللي تم اختيارهم من إسرائيل، في كل ده غلطوا تاني وما أمنوش بالمعجزات بتاعته ففنى أيامهم بالباطل وسنينهم بالرعب لما قتلهم طلبوه ورجعوا وطلعوا بدري لله وافتكروا ان الله الصخرة بتاعتهم والله العالي ولي أمرهم، فخدوا بقهم وكتبوا عليه بلسانهم أما قلوبهم فما تثبتتش معاه وما كانوش أمنا في العهد بتاعه، أما هو فرحيم بيغفر الخطية وما يضيعش وكتير رجع غضبه وما ولعش كل الغضب الشديد بتاعه، افتكر انهم بشر ريح تروح وما ترجعش قد ايه عصوف الصحراء وزعلوه في ارض الجدد، رجعوا جربوا الله وزعلوا قدوس اسرائيل ما افتكروش ايده يوم ما فداهم من العدو
اللي خلف مصر المعجزات بتاعته وعجيبه في بلاد سوان لما حول الخلجان بتاعتهم لدم والجداول بتاعتهم عشان ما يشربوش. بعت عليهم باوط فأكلهم وضباضع فبوظتهم. سلم اللي بيبوظ الغلة بتاعتهم وتعبهم للجراد. ضيع بالبرد غطان العنب بتاعتهم والجميز بتاعهم بالسقيع وزقل البرد البهايم بتاعتهم والمواشي بتاعتهم للبروق. بعت عليهم غضب الحامي غضب شديد وغيظ وذيء. بعت ملايكة أشرار سوى طريق عشان الغضب بتاعه. ما منعش من الموت نفسهم لكن زق حياتهم للوبا وضرب كل أول مولود في مصر أوائل القدرة في الخيام بتاعت حام وقات زي الغنم شعبه وقاتهم زي قطيع في الصحراء وهداهم بأمان ومترعبوش. أما أعدائهم فغطى البحر عليهم ودخلهم في الحدود المقدسة بتاعته. الجبل ده اللي اشتريته ايده اليمين وطرد الشعوب التانية من قدامهم وقسمهم بالحبل ميراث وسكن في الخيام بتاعتهم عشاير إسرائيل. فجربوا وعصوا الله العالي وما حفظوش على الشهادات بتاعته لكن رجعوا غدروا زي أبهاتهم. انحرفوا زي قوس غلط غزوا بالأماكن العالية بتاعتهم وغروا بالتماثيل بتاعتهم. سمع الله غضب ورفض إسرائيل جدا ورفض مسكن شيلوه الخيمة اللي نصبها بين الناس وسلم للأسر عزه والمجد بتاعه لإيد العدو وزق السيف شعبه وغضب على الميراث بتاعه. بتوعه اللي تم اختيارهم أكلتهم النار والعذارة بتوعه ما تمدحوش. الكهنة بتوعه وقعوا بالسيف والأرامل بتوعه ما عيطوش. فصحي الرب زي نايم زي جبار بيهتف من الخمرة فضرب أعدائه الورا خليهم عار ملهوش نهاية ورفض خيمة يوسف ومختارش عشيرة إبراهيم لكن اختار عشيرة يهوذا جبل صهيون اللي حبه وبناه زي الأماكن العالية المقدسة بتاعته زي الأرض اللي أسسها من غير نهاية. واختار داود عبده وأخده من حظايا الغنم من ورا الغنم اللي بيرضع جه بيه عشان يرعى يعقوب شعبه وإسرائيل الميراث بتاعه. فرعاهم حسب كمال قلبه وبشطارة الكفين بتوعه هداهم.